أنا اسمي شارلوت وأنا طالبة من بريطانيا من جامعة إكستر في بريطانيا هي من في جنوب بريطانيا يعني وأنا بدرس هناك دكتورة بدراسة الشرق الأوسط والإسلام وهلا أنا ببحث مع المهاجرين من الشرق الأوسط في بريطانيا عشان هيك سألت الجامعة للمنحة الدراسية عشان يدرس العربية هون بأمان وخصوصا بالمركز اللغات الحديث. عرفت ما عرفت كثير عن الأردن قبل الرحلة وما عرفت أي شيء عن الوردة أو المركز أو أي شيء. بس كان وقتي هون خرافي وهلا أنا بحب الأردن كثير. اليوم بدي أحكي شوي عن النشاطات المفضلة لي بالأمان أو بالأردن بشكل عام. أول شيء أكيد رحلة للصالون. أنا بحب الصالون كتير كتير ورحت كل أسبوع هلا لرحلتي يعني وأزيد شعري وعملت مانيكيور وباديكيور واتحاد بشكل عام. أو دائما حبيت الصالون وفي كتير كتير بالوردة الحمد لله. كمان تصورت كتير بأمان ركبت سيتي مول أولا بالتاكسي وكان المول كبير يا سلام ولفت فيه لوقت طويل. رحت مرتين بس بعدين ما كان في المصاري خلاص. بس أول شيء بالنسبة لي وسط البلد أنا بحب كثير التسوق بوسط البلد. أنا بحب كل الشباب هناك يعني الشباب هناك لطيفين أو كمان أنا بحب كل الألوان أو الأزعاج في صوتي كثير. اشتريت البوت الرياضة وكمان سجادة للبيت الجديد في بريطانيا سكنت مبسوطة كثير. كل أفضل نهاية الأسبوع سافرت لمدينة مختلفة بالأردن أو كمان زرت أماكن جديدة أشهر بأمان. مثلا بأول أفضل ركبت بتاكسي لجبل القلعة وصورت كثير هناك كان المنظر حلو كثير هنا لدرجة تمشيت بين الآثار والمتحف هناك كمان وكان الوقت ممتع كثير. بأمان زرت كمان المتحف الوطني الأردني للفن والجميلة هذا جبل هذا إسرائيل أو إيه هذا المتحف متحف للفنون هون بالوردة وكان كل الفنون جميلة كثير ومن كل البلدان بالشرق الأوسط واشتريت صورة كمان وحبيت كثير في كثير من الصور. يس بالأخرى الثانية زرت مدينة جراش بالباص مع رفاقي صالح هو من سنغافورة وتيم هو من أمريكا. تمشينا لأكثر من 4 ساعات بالجراش وكان كان الدنيا شوب كتير كتير. وبعدين نمت لوقت طويل بالبيت. بس كانت المدينة كبيرة كتير وممتعة كمان كتير بجنن وكان في زلام بالمدرج الألماني هناك وكان في مزيئة ورقصنا كمان. ممكن شو
إيه هبيت رأسنا مع الزلام. تعرفت أن رفع أشياء كتير بالأردن بالسوق. إسلام. وبالمركز كمان. والحميس الماضي ركبت مع كل الرفائي مش كل الرفائي مش من المركز إلى مدبة المدبة وزرت جبل نيبو. بعد ما تعلمنا على الجبل كان صعب شوي. شفت المنظر ما في صور المنظر بس كان حلو كتير وعند يعني نهر الأردن والبحر الميت كمان وصورنا كتير. بعد ما نزلنا من جبل نيبو شفت الجمال الأردني وأنا بحب الجمال كتير صديقي. بعد هيك تمشينا بالمدينة المدبة وشفنا الكنيسة هناك بوسط المدينة وتصورنا شوي أكيد دائماً وكان يوم حلو كتير. بس بعد كل المغامرات أنا بفكر إنه وسط البلد أحلى شيء بالبلد لأنه بحب كتير ورحت هناك دائماً مرتين ثلاث مرات في الأسبوع. أوكي هلا بدي أحكي شوي عن الشاي والأكل بالأردن. أنا بحب كتير الشاي أو شاي مع نعناع وأحلى شيء برأيي بالحياة بس أعود بالمكة وإلتا وفي شاي وشاي مع نعناع وأشرب الشاي كتير هون. بحب الشاي مع أهلي في بريطانيا بس هي فكرة مش مفهومة بالمعظم المكان هون بالأردن يعني ما في أي معرفة بس هلي شوي هلي بس عشان هيك أشرب دائما الشاي مع نعناع. بس حبيت كتير الأكل بالأردن المنقوش بجبنة وزعتر وأكلت هو كل أسبوع يعني ممكن مرتين بس أنا ممكن مرة واحدة وكنافة من حبيبة بوسط البلد دائما بوسط البلد كان شيء تقليدي يعني بالنسبة لي دائما كنافة برأيي أحلى مطعم بالعالم مطعم هاشم ورحت كثير مطعم هاشم وأكلت الفلافل أكيد بس كمان الفول وهومس وسلطة وكان دائما الفطورة كانت دائما الفطورة ممكن 4 دينار رخيص كتير الحمد لله. وموجودة بأمان أحلى شوكولاتة بالعالم كمان خصوصا هبيت الكيكة شوكولاتة من محل موتا قريب منهم دائما هو شوكولاتة أسفنا من كافيه قريب من دوار باريس اسمه شوكوهوليكس كافيه كان ممتاز ذا والله أو كنافة كمان في كان في قبل والله لو كنت أسكن بأمان دائما كنت راح أكون ناصرة يعني كانت رحلتي لأمان أحلى رحلة بحياتي. انتصبت كتير هون وأنا زعلانة كتير إنه في بس يومين هون هلا يا حرام. أنا كمان مبسوطة كتير بمستواي باللغة العربية. كنت خايفة كتير بالأول يوم هون بس أنا فخورة عن المستوى هلا. عشان المركز وعشان أستاذتي لنا عندي ثقة بالحكي وتعلمت كلمات جديدة كتير. بدي أشرك صباح وفارس أشكر صباح وفارس وأولنا وكل الناس هون بالمركز وكمان آية هي رفيقتي لشركة لغوي هون بالعمان وساعدتني كتير كتير. شو كمان؟ هاد كل شيء بحب أمان وبحبكم كلكم وشكرا كتير وإن شاء الله بشوفكم مرة ثانية إن شاء الله إن شاء الله أو أنا مبسوطة
أحد من المتحف في الأردن. كثير مبسوطة إنك كثير شاطرة ومستفيدة. تتكلمين بتواصل ممتاز، كثير ممتاز.